ورجعنا لحضراتكم تاني مشاهدينا الكرام، واستكمالا لفقرتنا الإخبارية هنروح لخبر يعني يمكن بيهم قطاع كبير من الشعب المصري. انطلقت أمس البورصة المصرية للسلع وبدء التداول بطرح كميات كبيرة من القمح اللي باعها إلى المطاحن عبر هذه البورصة. لتفاصيل أكتر معانا على الهاتف الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. برحب بحضرتك يا حاج وصباح الفل. صباح الفل عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. يعني عايزين حضرتك تدلنا فكرة عن بورصة السلع، وهل ستشمل الفترة المقبلة جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية؟ هي طبعا إن بورصة السلع يعني جاءت بعد توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017 بتنظيم التجارة الداخلية. وبورصة السلع دي يعني احنا كان عندنا بورصة سلعية عام 1885 للقطن في اسكندرية، كانت أول بورصة يمكن في العالم، فاحنا لنا تاريخ مع البورصة، لكن دلوقتي البورصة دي تعتبر أول بورصة حقيقية في مصر. احنا كنا بنسمع على بورصات، لكن بورصة مصر السلعية اللي هي دلوقتي انطلقت امبارح دي أول بورصة حقيقية دلوقتي على منصة إلكترونية هتشمل معظم المنتجات الغذائية وغير الغذائية القابلة للتخزين. لكن احنا بدأنا بالقمح، ان شاء الله الايام اللي جاية دي هيبقى فيها عدد كتير من المواد الغذائية القابلة للتخزين. البورصة السلعية هيبقى فيه شفافية ووضوح واعلان للسعر، مش هيبقى فيه حاجة مستخبية، هتمنع الاستغلال، هتقضي على الحلقات الوسيطة، هتؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار على الأسعار اللي بنشوفها اللي فيها استغلال، لأنها تدينا السعر الحقيقي طبقا للعرض والطلب يعني في السوق. فالبورصة يعني نقدر نقول حاج إنه هذه البورصة وإنشائها هيكون في أثر كبير في القضاء على الاحتكار وتحقيق استقرار للأسعار؟ الحقيقة دي طبعا خطوة مهمة جدا نحو استقرار الأسعار، مش هنشوف التذبذب واختلاف الأسعار من شارع لشارع، لأن ده هتبقى حاجة معلنة، أي سلعة تتعلن فيها يبقى الناس كلها حتى على المنصة هتبقى شايفينها، فموضوع يعني هيقضي على الاستغلال والاحتكار، وهيؤدي في النهاية لاستقرار الأسعار زي ما حضرتك قلت كده، وخفض الأسعار كمان وخفض التكلفة، لأن طبعا هيبقى فيها مكاسب للمنتج أكتر من الأول، لأن الحلقات الوسيطة دي كانت بتستنزف المنتج والمستهلك، كانت بتاخد من هنا ومن هنا حلقات تاجر لتاجر لتاجر، لكن دلوقتي هيبقى من الباع للمشتري مباشرة. فطبعا ودي كمان يعني هتوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من ناحية هتجذب استثمارات كبيرة لمصر، خاصة كمان في المجال الزراعي اللي احنا بصدده، هذا حاجة مهمة جدا، لأن كان أصعب حاجة على المزارع هو التسويق والتسعير، كنا بنعاني منه فترة كبيرة جدا، المزارع كان بيزرع حاجة مش عارف هيبيع بكام، دلوقتي هيبقى على البورصة عارف السعر، يعني هتحفز المزارعين لزراعة المحاصيل اللي فيها مكاسب اقتصادية عالية، خاصة الحبوب. أيوة طبعا. في الايام اللي جايه ان شاء الله. عايز اسال حضرتك عن اهميه القرار الاخير لوزاره التموين والخاص بمد فتره الالزام لحائزي سلعه الارز الشعير والارز الابيض باختيار المديريات المختصه ببيانات الارز المخزن لديهم، حيث يعني المهله كانت اخرها امبارح على ما اعتقد. الحقيقه ده طبعا كان قرار لابد منه، لان كان في لسه ناس ما عرفتش، في ناس لسه بتحضر نفسها، في ناس بتشوف الوضع بتقيم الوضع هتطلع ولا لا. طبعا ده يعني حاجه كويسه وتخفيف للاعباء على الناس اللي هي ما كانتش تعرف او ما وصلهاش المعلومه او كان لسه بياخد قرار. طبعا القرار في حد ذاته قرار صائب من وزارة التموين في الأول وفي الأخير، لأن كان لازم ناخد القرارات دي على أساس إن احنا نقضي على المستغلين. أولاً أنا عايز أقول إن معظم الأرز دلوقتي عنده تجار مش عند فلاحين، الفلاح ما يقدرش يخزن الكمية بتاعته كلها لأنه بيبقى عايز فلوس، فاحنا دلوقتي بصدد ناس كانت بتستغل الوضع وبتخزن على أساس تزيد المكاسب، احنا طبعاً كلنا على المستغل
والأوضاع الحالية في مصر، لأن احنا كمصريين كلنا في مركب واحدة عايزين نعدي لبر الأمان. إن شاء الله نعدي إلى بر الأمان. الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة، وإن شاء الله ما يكونش فيه نقص من أي سلعة، ولا يعني إن شاء الله يكون كل حاجة متوفرة وما فيش أي مشاكل خالص.